مش كره سهله يعني. تمام. دي ممتاز فيها احمد الشناوي، ممتاز كره زي دي يا كابتن كريم. بعد ما حسين الشحات رقص، ممكن اي حارس مرمى يقول لك ان ممكن يحطها فين، على شماله، ممكن تحطها على شماله. عدلت حسين الشحات. حسين الشحات قفل على فكره. حسين الشحات جاب جون قريب قوي في افريقيا، نفس الكره دي بالظبط بس في ضيقه، وحطها برده في نفس الزاويه اللي حطها، نفس الكره. بص واضح ان الشناوي مساجر، بيعملها كتير، مذاكر كويس، انما متمركز كويس جدا جدا، وشايف بص على الكوره وطلعها طبعا بايده اليمين، كانت ممتازه، متمركز ممتاز ومهاره عاليه جدا جدا، وفيها سرعه رد فعل، وفيها سرعه اداء حركي ممتاز من احمد الشناوي. نشوف اللي بعد كده. صعبه مش سهله، لان المسافه قريبه، لان هو برده كمان واقف على السته، كان ممكن يبقى تحت 2 ياردة، انما طبعا اداها بشكل كويس ممتاز فيها يعني. طيب.